حسب لاحظ في نشوة رياضية أنا حاليا نشوة كروية يعني كل بالي صح برافو عليك أيوة واو واو أثيوبيا أثيوبيا قال أثيوبيا والله سوبيا عرفت أنا مو مصدق اللي سمعته حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في كل مكان في المواجهة الأولى أو الحلقة الأولى أو حتى المباراة الأولى في جمهورية مصر العربية أبطال واللي تأهلوا بشكل رسمي في تجارب أداء في جمهورية مصر شفتوا القرعة مواجهات نارية جدا هي الدولة الوحيدة اللي ما فيها ملحق على طول راح نبدأ مباشرة المواجهات بشكل رسمي جدا وأتمنى نروح حق قوة ومنافسة شرسة جدا والاسم الاول معانا محمد رجب اهلا وسهلا مساء الخير مرحبا بيك والكروب بتاعك كله طبعا والناس المشاهدين والشباب اللي ورا الكاميرا وان شاء الله تبقى حلقه لذيذه ان شاء الله باذن الله معلومه هذه كاميرتك هاي فاموس اهلا وسهلا مساء الخير يعطيك العافيه يا محمد يا حسام اهلا وسهلا اولا نورت مصر حبيبي ومرحبا بيك في مصر الثاني والكروب كله وعايز اقول ان انا يعني مبسوط ان انا موجود هنا حظي حلو بصراحه ان انا قاعد وسط ناس انا شايف كل الناس سواء محمد او سواء حتى كل الناس اللي لسه هيلعبوا تاني بصراحه معلومات غير طبيعيه استفدت منهم يعني بستفيد ولسه هنتعلم في الحلقات عايز استغل بس نقطه صغيره جدا واستغل فرصه ان انا قاعد مع حد بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدك البرنامج بتاعك بنتفرج دلوقتي فيه ملايين بيتفرجوا علينا وشايفين الانفلونس على الارض فعايز اقول كلمه مهمه احنا بنلعب وبنتسلى ويا رب ان احنا نكون بنبسطكم بس كلنا في دماغنا فلسطين ومش جاي والله ان احنا يعني الواحد ياخد نقطه كل الناس احنا كنا قاعدين بنتكلم كلنا هنطلع نتكلم في النقطه دي احنا بنلعب وبنتسلى بس احنا مش ناسيينكم واحنا اسفين على تقصيرنا ويا رب الغمه دي تزول والوضع يتحسن وان شاء الله نفتكر الايام دي كده بنفتكرها ان احنا عدينا الصعب خير ان شاء الله اللهم امين ان شاء الله حق كلامك كله دكتور محمد كمان ندعي اهلنا في فلسطين والسودان كمان ان شاء الله دائما وابدا في القلب ما في احد بيهدد الثاني لا انا خايف من خايفين على بعض فخلونا ندخل بشكل سريع في المواجهه بشكل رسمي بس قبل لا ندخل عبي عذبي يقول حق الناس الاوتفيت من وين بوتيكا نعم موجود الرابط تحت في الديسكريبشن ندخل الفقره الاولى فقره ماذا تعرف والسؤال الاول نبدا بسم الله يا محمد اهدى اهدى كله تمام عاوزين ها اقول عاوزين ولا اقول اذكر لي عذبي اذكر لي يا جماعه انا ودي اتكلم مصري والله ما يخلوني في مصر خليه عزيز خليه عزيز اتكلم مصري وانا اتكلم انجلش مراد يخلوني اتكلم ادغار من موهبتي في اللهجه المصريه لا ما ادغار السؤال الاول اذكر لاعبين اجانب لعبوا في انديه لندن فقط من سنه 2000 حتى 2010 10 سنوات لاعبين اجانب اي لاعبين مو انجليز اي جنسيه الا الجنسيه الانجليزيه او البريطانيه صح بس الانجليز شيلهم يعني بريطاني في دول ثانيه ينفع ماشي هنري اوكي ديديه دروغ فابريغاس فلوران مالودا اوكي انيلكا باولو فيريرا باتريك فيرا سيلفان ويلترد ديكو موسينجو كارفالي احمد حسام ميدو اوكي حسام جاري روبي كين جيجز مانشستر لاعب صحيح سترايك 1 روبرت بيريز باس ينس ليمن سونج داميان داف ليونبرغ اللي في ارسنال فورس جيلبرتو سيلفا كلو اوتيستا ويليام جالاس رسام ديور بيتر تشيك كلو مايكل اسيان اديبيور مايكل بلك ثلاثة اثنين واحد سترايك تو جون اوبي ميكيل جوميز حارس برازيلي في توتنهام شين بوندا باسكال شين بوندا ابوي ليفوري لورين ايتامي كلو توري باس سيلفستر رانيسلاف ايفانوفيتش فاضل ثلاثة اثنين
واحد سترايك 3 والنقطة الأولى في مصر كلها تروح لي محمد حسام. تحبين بعض قوي ليه أصلا؟ السؤال الثاني، اذكر لاعبين فازوا في الكرة الذهبية مرة واحدة فقط. للعلم هم أكثر من 30 لاعب. تفضل. بافل نيدفيد، شيفشنكو، فابيو كانافارو، بنزيما، لوكا مودريتش، جورج ويه، ريفالدو، زيدان، رونالدينيو، اوكي مايكل اون، ريكاردو كاكا، فان باستن. مرة واحدة فان باستن؟ لا أكثر من مرة. الكل قال بالإجماع. سترايك وين محمد رجب؟ لويس فيجو، بلوخن، لاعب أوكراني في السبعينات تقريبا، حاجة كده 75 تقريبا. اوكي ستويتشكوف. ثلاثة اثنين واحد فاس. بابان. ثلاثة اثنين واحد سترايك تو فاس. دلوقتي صدقت اللاج اللي بيحصل ده. انت الحين ما دخلت على المزاج، اصبر شوية. ثلاثة اثنين واحد سترايك ثري، ويوسع الفارق محمد حسام. لسه بدري، يعني اكثر من 30 سؤال عندنا. بدري مو كذبة تبريلي، بقول لكم الحين صدق. حملة بنك الكويت الوطني بالتعاون مع فيزا انك تروح وين؟ باريس حق الاولمبياد. الحملة هذه راح يفوزون فيها 9 اشخاص مع مرافق، يعني توتال 18 شخص راح يفوز بهذه الحملة. زين شو اللي راح يفوزون فيه؟ راح يفوزون بتذكرة طيران بزنس رايح على طول على باريس، وسكن بفندق فخم. زين شلون؟ سهل جدا، خلال فترة الحملة هذه كل دينار تصرفه داخل الكويت يعتبر دشيت بفرصة، وكل دينار تصرفه برا الكويت صار عندك فرصتين. زين ساعة متى بيقولون الفايزين؟ راح يكون بتاريخ سجله عندك 6/6، راح يعطونك انت والمرافق مالك تذكره حق الاولمبياد. الثاني راح يسوي لك تور وتعيش تجربه خرافيه. انا واحده من احلامي اني احضر فتره الاولمبياد كلها. انت الحين صار سهل عليك مجرد انك تصرف من بطاقات فيزا الوطني المؤهله، ويمكن تفوز ونروح مع بعض. ندخل على السؤال اللي بعده في فقره ماذا تعرف. باستثناء لاعبين برشلونه وريال مدريد، اذكر لاعبين حققوا الدوري الاسباني من عام 2000 حتى الان. يعني اوكي ديبورتيفو 2000، فالنسيا 2002 2004، اتلتيكو مدريد 2014 و2021. تفضل. اوكي جودين، كوكي، سواريز، ساول، اوكي سافيتش، خوان فران، اوبلاك، جابي، خوسيه مريخي مينيز، كوستا، دييغو كوستا، فليب لويس، ميراندا، فليبي مدافع، ديفيد فيا حارس، اعتقد كان ادان. ادان اعتقد 2014 كان في ريال مدريد اصلا، هو بعدها راح ما عليه بس عشان نرجع الفار، عشان حارس تيبو كورتوا. 2014 كان تيبو كورتوا لعب الفاينل تشامبيونز ليج. محمد رجب سترايك 1 كورتوا. انا قلت كورتوا. تياجو البلد، براخ، ميستا. طيب دخلتوا على فالنسيا ها؟ كانيزيرس، فاليرون كان لعيب قوي، باس، دييغو تريستن صحيح مهاجم. ثلاثة اثنين واحد سايتو مولينا، لودي، نايس وان. تكلمت انجليزي ها؟ ثلاثة لوكي، ديبول. ديبول إجابة محمد رجب خطأ، فراح تاخذ سترايك 3 وتصبح ثلاثية لمحمد حسام. باستثناء اللاعبين العرب، اذكر افريقيين سبق وان لعبوا في كأس العالم من 2002 حتى كأس العالم الاخير في قطر. باستثناء اللاعبين العرب، لاعبين افريقيين فقط. تفضل. ادوارد مندي، يا توري، ديدي دروب، كولو توري، ديديز كورا، بوكا، ارونا كوني، مني، ايمانويل ايبوي، بولايديا، إميل سيفاي، إتو، باتريك مبوما، جيرمي باك، مارك فيفيان فوي، خليل فديجة، هنري كامارا، حاج ديوب، بوبا بابا ديوب، أليوسي، حبيب باي، شيخ كوياتي. قصب لحس في نشوة رياضية أنا حاليا، نشوة كروية. خليدو كوليبالي، إدريسا جاناجاي، توني سيلفا، جاكسون، إسماعيل صار باك، يوسف سابالي، أرونا دينداني، أو بكر باري حارس، جون جاك تيزي، أدبيور، Love you. بس أقوله. باكج. اسمه جيان. جون بنسل. هاريسون أرفول. كينغسون حارس غانا. بس أقوله. أوكي. جوميز حارس تاني سنغال. إيه لا استفضل هذا. لا للعلم. أنت ما قلتوش بقى في الكاميرون 2002 روجوبيت سونغ. لا.
ثلاثة. دياتا لاعب سنغالي. ستيفن أبيا جمالي صح؟ غاني. لا غاني. غانا غانا بيض؟ خلاص مساعد اسكت. جوردن أيو. مايكل إسيان. اوكي مونتاري. كوادو أساموا. مش تأكد لعب ولا لا. كاميرون ويبو المهاجم. نرجع للفار. لعب؟ 2006. صحيح صحيح. فينسنت أبو بكر. سيرجيو رييف 2014. كانجا أكالي كوتيفور. بكاري كوني. يا أخي هذا أطول سؤال تاريخ كالو. البرنامج. كالو. كالو. مناش كالو؟ كل ده مناش كالو؟ تعال في السؤال الأولين. لا في السؤال الأول. ثلاثة. اثنين. واحد. سترايك ون. فوز. باب سيس لعب سنغالي. حق ديوف. انذكر. سترايك ون. شيخ كوياتي قلنا. شيخ كوياتي. سترايك تو. محمد رجب. مانوتشو أنغولا. أوكي باس. ثلاثة. اثنين. رحيم آيو. ثلاثة. اثنين. واحد. سترايك ثري ورباعية. نظيفة جدا. بفقرة. واو. عاد بيحصل طيارة ولا ما حصل؟ راح تطير. راح تطير ترى. أنا قاعد أقول لك. على هالبوم راح تطير طيارة. المهم خلصنا فقرة فقرة ماذا تعرف؟ وقبل لا ندخل على المزاد يا ساتر بنطول بنطول المزاد. الحين ندخل بشريك النجاح فاموس نشوف شنو مقدم لضيوفنا الكرام. دبوكا؟ والله ما اعرفش. عاوز ده؟ اوكي نشوف. تفضل تفضل. عايزه؟ افتح يا باشا. ماشي. خلينا نشوف فاموس قبل ما افتح. ها؟ شنو جايب لي ضيوفنا؟ لا اوه كاكا. اه كاكا برازيل. برازيل. صارت هذا اللاعب اتوقع اللي ما حد يكرهه يا احباب. ما في احد يكره كاكا. هذه نسخة 2010. 2010 مزبوط. نعم كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا. لا لا لا. خلينا نشوف. اوه. الملايين حبيب الشعب. مش هسيبه. نصيبك من نصيبك خلاص. خلينا نفتح نشوف نسخة ايه بالضبط. عايز اقول لك. ده اللعيب اللي حببني في الكرة اصلا. فاهم ما تلام ما تلام ما تلام. البكاء هذه كامل بكاهي. يعني ملبوس العافية يا محمد والمساعدة يا محمد. شكراً ما أحد يقول الزود عندي صح باموس باموس. كم اسم لاعب تم بيعه من نادي بورتو أو بنفيكا إلى أندية الدوريات الخمسة الكبرى تقدر تذكر في 30 ثانية؟ نيش دوري البرتغالي. ثلاثة. عشر. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 17 عند محمد حسام. ثلاثة هذا الوقت. اثنين. واحد. تفضل. أوبلاك إيدرسون. دياش. أنخيل دي ماريا. فالكاو. خميس رودريغيز. بيبي. ريكاردو كارفايو. باولو فيريرا. بوسينغوا. سيماو سامبروسا. كواريشما. ديرلي. فيتور بايا. باقي ثلاث. كريستيانو رونالدو. ما فيش سبورتينج زونة. قلنا سيماو. انتهى الوقت. وصفقة كبيرة حق محمد رجب. أول نقطة. لسه بدري. أول نقطة. بس برافو عليك يا محمد حسام. السؤال الثاني. كم اسم لاعب نبدأ المزاد عندك. كم اسم لاعب يبدأ اسمه بفان؟ فان. حالي أو معتزل تقدر تذكر في 30 ثانية. خمسة. 15. 15. 15. مشهور قوية والله. 16. مرك طيبا. 16. 16. 17. روح. 17 يروح. مرة ثانية 17 لمحمد حسام. ثلاثة. اثنين. واحد. تفضل. فاندر فارت. فان نيستل روي. فان بويتن. فان هيكي. فان دايك. فان دي بيك. فير بروجن. فان دي فير بروجن. فان دير مايدي. هذا اللاج ما تعرف النقطة الثانية تروح
خلص الوقت الحين النقطة الثانية محمد رجب ذكي جدا في التعامل في المزاد يا محمد. السؤال اللي بعده باستثناء اللاعبين العرب كم اسم لاعب آسيوي سبق وأن لعب خارج قارة آسيا تقدر تذكر في 30 ثانية؟ خمسة. أستراليا محسوبة صح؟ أستراليا على أستراليا مش محسوبة. آه محسوبة على الكورة طبعا محسوبة. يعني نحسبها احنا. أيوة أيوة تحسبها. ماشي. قلت كم؟ خمسة. خمسة. عشر. 11 12 13 14 15 16 17 18 يشيل حلوة 3 2 1 تفضل. سون هوانغ كيم من جاي تشو بارك جي سونغ بارك تشو لعب أرسنال أوكي كاغاوا مينامينو إندو ميتوما كيويل فيتوكا أرون موي ماتي رايان برهم بخش إردار أزمون علي كريمي علي دائي مهدي طريمي قلته فضل مين تاني الخدوس لعب 29 حاليا وصفقة كبيرة برافو عليك يقلص الفارغ وريمونتادا من بعيد وتصير النتيجة 4-3 لصالح محمد حسام لحتى الآن. الحين نروح ندخل في مصر شوية. ندخل في مصر. حبة بسيطة كده بس. يا مصر. كم اسم لاعب معتزل فقط سبق وأن لعب في نادي الأهلي ونادي الزمالك؟ في الاثنين؟ نعم. مع بعض؟ نعم. أوه. تقدر تذكر في 30 ثانية. معتزلين فقط. معتزل فقط. 10. 10. 10. 11 12 13 14 ناشئين ينفع؟ لا ناشئين لا؟ لا فريق اول ماشي 15 قلت لعب في الاثنين مع بعض ايوه لعب في الزمالك والاهلي اوكي أو ده ولا ده؟ ولا الاثنين ده؟ لعب هنا وهنا ايوه ماشي ايوه لا ثانية واحدة معلش ثاني يعني لبست تيشيرت الاهلي ولبست تيشيرت الزمالك ايوه لعب في الفرقتين ولا لعب ده او ده؟ لا 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 في الفرقتين اوكي في الفرقتين اخر حاجة كم؟ 15 16 17 روح 17 يروح 3 2 1 تفضل حسام حسن ابراهيم حسن ايمن شوقي زكريا ناصف عصام الحضري ابراهيم سعيد هاني سعيد رضا سيكا محمد صديق طارق السعيد صبري رحيل دومينيك دا سيلفا حسين ياسر المحمدي احمد فيليكس جون انتو لا انتهى الوقت ورسمي محمد رجب يعادل النتيجه في المزاد يلا بينا تكتيك المزاد يا محمد حسام والله العظيم انه قبل التصوير كان يقول محمد حسام يقول لي فقره المزاد وانا اشوفها اتعب معاهم انت الحين عايشه يا محمد خد بالك اللاعب اللي بعده سؤال جميل جدا كم اسم لاعب لعب بجانب كريم بنزيما ولكن لم يلعب بجانب كريستيانو رونالدو تقدر تذكر في 30 ثانيه مش في منتخب ولا انديه بس انديه فقط انديه فقط 5 11 12 13 14 15 19 علينا كم؟ قولوا 19 علينا كم؟ 15 16 17 بتثبت لك أزمة صح؟ عارف عايزين نكسر بقى العودة دي عايزين نكسر العودة 17 يشيل 18 19 صراحة يا محمد شدي 20 يدخل في نقطتين محمد رجب 21 يروح إذا جاوب محمد حسام ياخذ نقطتين ويصير فارق نقطتين على محمد رجب 3 2 1 تفضل كورتوا لونين كارفخال تشاوميني روديجر ناتشو فاسكيز كروس مودريتش كاسيميرو فينيسيوس جونيور رودريجو فابينيو كانتي احمد حجازي المعيوف جوتا كورنادو
أندية مالودة، حاتم بن عرفة، جريجور كوبي. كمل 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 ما عليك كمل، في أخطاء كمل. ممر ديارة. انتهى الوقت، انت قلت 22 وانت قلت كروس ومودريتش اثنيناتهم لعبوا فيك مع كريستيانو ولعب مع بنزيما وباسكيز ايضا لعب. فهمت سؤال غلط، فهمت سؤال غلط. انا افتكرت اتوقع انك نسيت. انا فهمت سؤال غلط، انا افتكرت ان هو بعد ما كريستيانو مشي كملوا لعب مع بنزيما. انا فكرت في كده برضه عشان كده. انت بعد كده؟ لا بس بعد كده فهمت ان هو انا مودريتش كروس. ايوه فهمت السؤال غلط. فالنقطه تروح لمحمد رجب 5-4 وصارت ريمونتادا رسميه الان، لكن لحد الآن بدري جداً على النتيجة النهائية. السؤال الأخير في فقرة المزاد، كم اسم لاعب أوروبي ولاتيني حالي أو معتزل لم يلعب في كأس العالم طوال مسيرته؟ تقدر تذكر في 30 ثانية. أوروبي أو لاتيني، أو لاتيني حالي أو معتزل عادي. ده عند مين؟ اللي رايحكم اضرب. مش خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، 11، 12، 13، 14، 15. روح. 15 محمد رجب. 3-2-1 تفضل. اوكي، جيجز، ارون رامسي، جاريس بيل، نيك ويليامز، داني وورد، دانيال جيمس، رودون امبادو، سيجورسون، تولت لاتيني. اوكي، روندون، فنزويلا، الدول الثاني، كالاتزي، ميتروفيتش، ماتيتش، ايفانوفيتش، فلاوفيتش، كوستيتش، ماكسيمو. لا لعبوا كل دول. انتهى الوقت وين محمد حسام يرد يعادل النتيجة 5-5. هي الفكرة فعلا في الحتة اللي في النص. أيوه. اول ما بتلقط واحد غلط خلاص بالضبط. خلاص انتهت الفقرة، ارتاح يا خلصت المسألة. يا ساتر يا ساتر. قاش سؤال كمان؟ هذا السؤال كان. الحين ندخل للفقرة المنتظرة في مصر الأوانة جدا وترقب هذه الفقرة، فقرة الجرس. قبل لا نسأل أول سؤال، القوانين عندك فار في كل سؤال تقدر ترجع له، وعندك هذا الزر زر ريد بول موبايل باي زين تقدر تستعمله فقط مرة واحدة طوال الفقرة. جاهزين؟ السؤال الأول، من هو أكثر لاعب لعبا للمباريات في تاريخ الكلاسيكو؟ مباريات؟ 5-4-3. ميسي؟ خطأ. كله سيرجي بوسكيتس. صح، برافو عليك. 6 حساب. السؤال الثاني، هدف كريستيانو الشهير اللي هو الارتقاء العالي مع اليوفي. مع اليوفي؟ اوكي. اي الارتقاء العالي. كان ضد اي فريق؟ سامبدوريا. ايوه برافو. لا انا كل ده في السؤال اللي جابه دبل كيك. ايوه فكرت كده. 6-6. السؤال اللي بعده، من هو اخر لاعب كرواتي شارك كلاعب اساسي في نهائي دوري ابطال اوروبا؟ اساسي؟ كوفازيتش. خطا. بروزوفيتش. صح، برافو عليك. 7-6. بروزوفيتش الموسم الماضي. الموسم الماضي. السؤال اللي بعده، ما هو اخر نادي اوروبي لعب له اللاعب يايا توريه؟ اولمبياكو. منو؟ اولمبياكو. منو قلت؟ اولمبياكوس. اولمبياكوس صحيح. برافو عليك. بارتشيك. 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 تعال خدتني. انا ما سمعت. عين الصقر. صح. نروح حق السؤال اللي بعده، من هو اخر لاعب فرنسي انتقل الى نادي انتر ميلان؟ ماركوس تورام. خطا. 5-4. بافارد. صحيح، بافارد. 9-6. صحيح. السؤال اللي بعده يقول، اذكر لاعب حالي لعب مع الظاهره رونالدو وميسي وكريستيانو. أسطورة من أساطير ريال مدريد. أسطورة. أسطورة من أساطير ريال مدريد يلعب حاليا. بيلعب حاليا في ريال مدريد؟ نعم.
لا 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 مش في ريال مدريد بس يعني حاليا لاعب حالي هو لعب مع رونالدو الظاهرة وميسي وكريستيانو رونالدو خمسة سيرجيو راموس ايوه برافو عليك برافو عليك دماغي فصل السؤال اللي بعده في اخر نهائي لباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا من كان الحارس؟ كيلو نافاس صحيح 9-8 يرد محمد حسام ننتم في باريس سان جيرمان السؤال يقول في باريس سان جيرمان من هو المدرب الذي تمت إقالته قبل توخيل؟ قبل توخيل؟ نعم 5-4 يوناي إمري؟ صحيح 9-10 أوكي 10-8 وآخر سؤال في فقرة الجرس وأنت لحد الآن ترى ما استعملت هذا الزر السؤال يقول من هو آخر مدرب إسباني درب ريال مدريد؟ إسباني؟ لوبيتيجي ايوه صحيح لمدة 4 شهور فقط 11-8 وعندنا محمد رجب ما استعمل زر ريد بول موبايل لحد الان بدري والحين ندخل على فقرة المستحيل فقرة المستحيل يا عزيزي المشاهد سبق وان اعلنا في السوشيال ميديا حق اللي ما شاف حسابات السوشيال ميديا عاد بيطلع لهم او يحيى او حسن اي احد ماسك شغل الحين يطلع حسابات السوشيال ميديا فقرة المستحيل ابتداء من حلقات مصر راح يصير الإجابة على السؤال من نقطتين كما أنتوا طلبتوا مو إحنا ونبدأ السؤال الأول إحنا مش عايزين طيب السؤال الأول من هو أول نادي سجل عليه ليونيل ميسي في الدوري الأسباني الله أعلم 5-4-3 ألباسيتي خطأ في دوري أبطال أوروبا باناثينايكوس أيوه واو نقطتين 13-8 برافو عليك سؤال يقول في أي دولة أقيمت كأس الأمم الأفريقية عام 76 5 أثيوبيا أثيوبيا صح أثيوبيا قال أثيوبيا والله أثيوبيا أثيوبيا جواب صح صح نايس مش معلوم عارفة خالص بس عرفت اني انا مو مصدق اللي سمعته واضح عليك يا محمد من حقق الدوري الاوروبي موسم 87 ريال مدريد خطا فعشوط دولة طيب 5 يوفنتوس خطا غوتنبرغ السويدي صحيح دو. السؤال اللي بعده في كأس العالم عام 70 اذكر احد المنتخبات التي تواجدت في مجموعة المانيا 70 5-4 مكسيك خطا زعلان عليك كاميرون خطا بيرو بلغاريا والمغرب قطول المغرب السؤال الأخير في فقرة المستحيل من هو أول فرنسي حقق الكرة الذهبية؟ جوستين فونتين خطأ أكيد غلطت جون بيير بابان خطأ قول أنت أيوة ريموند كوبا أيوة صح ريموند كوبا هو الجواب الصحيح وبكذي انتهت فقرة المستحيل وندخل على فقرة التعويض مع من يوم ورايح في حلقات مصر والحلقات القادمة كل لاعبين التعويض راح يكونون صعبين ما في شيء سهل راح يصير اللاعب الأول هو لاعب حالي بدأ مسيرته في أودينيزي الإيطالي فينيزيا كالياري بيروجيا كالياري إمبولي توتنهام لا أدوي خطأ عندك محاولتين فقط آخر واحد أي تاني معلش توتنهام قبليها إمبولي فيكاريو أيوة صح فيكاريو الحارس صحيح برافو عليك نقطة لمحمد حسام تذكير عندك محاولتين فقط اوكي لاعب اللي بعده لاعب حالي بدا مسيرته في تورينو الايطالي كورتوني الايطالي تورينو اليوفي ويست هام اميرسون خطا قبل ويست هام ويست هام ايطالي اليوفي ويست هام دلوقتي اوغبونا صحيح لمحمد حسام نقطة أيضا اللاعب اللي بعده لاعب حالي بدأ مسيرته في هوفنهايم كارلس لولا الألماني كارلس شروة
ايوه هذا هو انجلوشتات الالماني برايتون. باسكال جروس. ايوه باسكال جروس. ساتر عليك يا محمد، يا محمد حسام. السؤال اللي بعده، اللاعب اللي بعده هو لاعب حالي بدا مسيرته فيه مارتيمو البرتغالي، بورتو، اولمبياكس، ولفرهامبتون. خسيسا. خسيسا محمد حسام 15-12. واللاعب الاخير في هذه الحلقه بدا مسيرته ولاعب حالي، وول السويسري، بازل، هوفنهايم، ديبورتيفو كولونيا، نيوكاسل. ديبورتيفو نيوكاسل. ديبورتيفو نيوكاسل. لوكي. منو؟ لوكي. لا، وول السويسري، السويسري، بازل، هوفنهايم، فابيان شار. لا، فابيان شار. انت كاتب بدلية. فابيان شار صحيح. محمد رجل. فابيان شار. وبكذي انتهت حلقة اليوم بتفوق محمد رجب بنتيجة 16-12. ألف مبروك لمحمد رجب. مبروك فيك. يلا تكلم الحين خلاص. مواجهة صعبة بجد دكتور محمد، ما شاء الله عليه. نايس جيم والله. ما شاء الله عليك بجد، يعني كان صعب عليا في الاول كمان، بس الحمد لله قدرت ان انا. لا انت متوتر ولا خلاص الامور طيبه؟ لا خلاص خلاص كفايه. نسمع صفقه كبيره حق محمد رجب. ومبروك تاهلك الى نصف نهائي مواجهات جمهوريه مصر العربيه الحبيبه، هارد لك من القلب. انا شفتني طقيت الطاوله بوكس، ايدي قاعد تعورني الحين لان انا زعلان عليك. الحمد لله. لا يعني والله زعلان. مبسوط والله بجد، وزي ما قلت لك فعلا كفايه بس ان انا مع الناس دي الحلوه دي ومعلومات، ونتمرن بقى على المزيد بقى ان شاء الله عشان الموسم اللي جاي باذن الله. والله العظيم انك ما تتصور كميه الاضافه الجميله اللي اعطيتها للقناه، والشرف انك انت موجود هنا بشكل يعني كبير جدا. زعلان عليك قوي يعني والله العظيم. شكرا. لكن هذه هي اللعبه، وهذه كره القدم، واجواء كره القدم. يمكن ما نلعب كره قدم صدق، لكن احنا نعيش اجواء كره القدم. فشكرا. نبي صفقه اكبر للدكتور محمد حسام. بكذي انتهت حلقتنا اليوم، نلتقيكم في الحلقة القادمة في مواجهة شرسة جدا. في أمان الله.